اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ العالمي. خليك وانت قاعده في مصر ام الدنيا كده بتستمتعي بالجمال الحلو اللي احنا فيه. خلونا نخش المطابخ العالميه، نعمل الاكلات اللي بنشوف اسمها غريبه في المنيوهات اللي بنروح على المطاعم ونلاقي المنيو جنبينا او بيقدمه لنا المتر في اسماء غريبه من الاكل، زي السيليسيان، كوردون بلو، الحاجات اللي احنا ممكن مش فاهمين مكوناتها. النهارده بنفك المكونات او اللوغاريتمات اللي بنشوفها في المنيوهات. معانا النهارده مكرونه اسمها مكرونه سيليسيان. سيليسيان دي طاجن المكرونه بالجلاش، مكوناته هرم غذائي، بتنجان تحطي، خضره تحطيها، فراخ او لحمه زي ما انت عايز. انا هعمله النهارده بطريقه الشيف المغازي بالسجق البلدي. عندنا شويه سجق بلدي كده زي الفل، ومعانا بتنجان وتشكيله من الفواكه او المكرونه، هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا شوربه المنستروني كمان النهارده لطيفه وجميله، بتتميز ان فيها كل النشويات والتشكيله من الخضار، بسله، جزر، كوسه، بسله طبعا غنيه بالبوتاسيوم وخاصه للام الحامل، والجزر احنا مفيد غني جدا بفيتامين سي. احنا لازم لما نيجي نعمل الاكله لازم نشوف مكوناتها ايه القيمه الغذائيه بتاعتها، عشان ما ناكلش اي حاجه وخلاص، لازم نستفيد بالحاجه اللي موجوده فيها والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. الحلو النهارده معانا حلو بسيط وسهل، الميزه فيه ان هيريحك من انك تعملي عجينه وتستنيها لما تتخمر وتقعدي فتره طويله. جيبي كيس توست وهتعملي النهارده رقائق التوست او فطاير التوست المحشيه تفاح وقرفه. ميزه التفاح او فايده التفاح غني طبعا بالقيمه الغذائيه اللي بتساعد القلب على ان هو يكون نشط وزي الفل. خلونا طبعا ما نطولش في الماتيريال بتاعنا علشان حالاتي فيها شغل كتير النهارده وفيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه وفيها فكر طهوي، واحنا قاعدين كده بنتجول داخل المطابخ العالميه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي لما نيجي نشتغل في حلويات تعملي كحك بقى، تعملي رز بلبن، اي نوع من انواع الحلويات، يفضل طبعا انك البلانش ما يكونش قطعنا عليها فراخ. الكاونتر او الرخامه او الطبليه اللي بتشتغلي عليها بتمسحيها كده بشويه ميه زهر حلوين وتعطريها وتبقى زي الفل، وتقولي اللي بنى مصر في الاصل حلواني، وتبقى الماتيريال بتاعك خالي من البصل والثوم. حلو الكلام. حتى البصل والثوم انا هشيله من قدامي كده خلاص، هخلي بس كده كرفس لطبق الشوربه واشيل ده من هنا. تعالوا مع بعض، استاذن فريق العمل معلش من فضلكم، مقادير عمل فطيره التفاح او شرايح التوست بالتفاح والقرفه، لان الحلو ده سهل، وخاصه كمان اللي حابب يخش المطبخ يعمل حلو في وقت قليل جدا. انا على فكره الفواكه فيها فراوله كمان، لو عندك فراوله حطي. معانا الخضار بتاعنا خلاص جاهز. المقادير اقولها تاني ولا ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تشكيله من الفواكه، فيها فراوله، فيها تفاح، ويفضل يكون تفاح بس مفيش مشكله، معاها قرفه ناعمه، معاها سكر، معانا شرايح التوست، معانا زبده في المكونات وسكر بودر. معانا زبده عايزها دي كده، هجهزها للحلو بتاعي هشتغل منها دلوقتي. وتعالوا نشوف، هجيب كيس توست من عند اي بقال على الشارع. حلو، ونعمل الحلو ده مع بعض واحنا شغالين. دي زبده اهيت، خدتها كده سيحتها بشويه حليب صغيرين زي الفل. جبنا كيس التوست، ربنا كرمنا، معانا شرايح التوست اهيت، بجيب قطعه بالشكل ده كده. جبت شكل القلب اللي بهديه لكل الساده المشاهدين، واقطع شكل قلب كده، قلوب كتير تقطع معانا تبقى لطيفه وزي الفل. ادي واحد، نفس القصه نضغط جامد وتخلي التوست طازه معاكي زي الفل. وادي كمان قلب، حلو. طبعا كل شريحتين هيدونا فطيره بالشكل ده كده تمام. شرايح التوست اللي طلعت معايا دي ما تترميش، دي تتساب تتحمص وتتفرم في قلب الكبه، تعملها بقسماط لاي نوع بانيه انت بتعمليه. معانا التوست مقطعينه مسبقا جاهز معانا زي الفل قلوب كتير حلو الكلام، حلو الكلام ومعانا التفاح اتسلق من قبل كده، حطينا معلقه نشا عشان يدينا القوام، وشويه قرفه ناعمين في قلبه وسكر. ادي القرفه الناعمه زي الفل
عندك تفاح في التلاجة بقى الولاد مش واكلينه، عندنا الأطفال الصغيرين ربنا يخليهم لنا بياخدوا من التفاحة قطمة ويسيبوها ما ترميهاش، قشريها اتنين تلاتة مع بعض وقطعيهم بالشكل ده كده، معلقتين نشا أهو، فراولة وزي الفل. نجيب شريحة التوست دي يا عم الشيف وواحدة كمان زيها، وناخد من الخلطة دي كده أهو، ونجيب الشريحة التانية القلب التاني يعني ونحطه فوق كده، ونجيب شوكه زي الفل يا عم الشيف، ونيجي على اطراف التوست نضغط كده بالراحه بحنيه. هي هتمسك لوحدها. التوست طالما طازه وزي الفل ونحطها هنا في صينيه على ورقه زبده. حلو، ونعمل واحده واثنين وثلاثه مع بعض، وانا خليت الحلو في الاخر علشان ابقى مع حضراتكم كده ايه في الروقان. فراولة، تفاح، موز، ونحط دي كده، سن الشوكة، بالأطراف زي الفل، وعجنت عجينة، اتخمرت ما اتخمرتش، زي الفل، جبت نشابة، ما عنديش مكان، وهكذا، أنا بعلمك حلو، ولادك هيحبوه، وخاصة الأطفال الصغيرين، بالقلوب الحلوة دي كده، جوزك راجع من الشغل لسه ما عملتيش العشاء، هتديله فطرتين من دول كده تصبيره مش هيشبع، لان التفاح يعني بيعتبر برضو مش من الحاجه الحلويات اللي احنا ايه بتشبع، خلي بالك. حشوه، ما تكتريش الحشوه كتير عشان ما تطلعش من التوست، وانت بتحط ايدك على التوست كده افردي صوابعك عشان تدي مساحه للارتفاع ده. نفس القصه كمان واحدة، واحنا شغالين مع بعض حاجة سهلة كده. عينيا الشوربة لسه، المكرونة تستوي اطلعها من النار على طول. البصمة دي على شرايح التوست مهمة جدا. اهم حاجة وانت بتعملوا السفرة بتاعتك يبقى في تنسيق. عندنا طبق مكرونة فيه كل العناصر الغذائية، عايزة مش عايزة البتنجان ممكن تستبدليه بأي حاجة مفيش أي مشكلة. هتقولي أنا مش بحب البتنجان مع المكرونة، الولاد مش بيحبوه، بس اسمعي كلامي كده، وفي مرة أحط لهم بتنجان بنفس الطريقة اللي أنا استخدمتها، لأن البتنجان هنا بينسجم طبعًا مع المكونات اللي أنا حاططها، إذا كان جبنة موزاريلا أو كريمة لباني أو بيض. دول كام واحدة؟ كفاية ستة؟ كفاية ستة. عندي هنا ركزي معايا زبدة. ايه يا شيف؟ زبده. بحط على الزبده دي شويه قرفه كده بطرف الشوكه، واقلب الزبده مع القرفه دي، تركايه المغازي اهو، زبده وقرفه. لسه ما خلصتش، عندي فص مستك، قصدي فانيليا، شويه فانيليا برضو كده بطرف السكينه بطرف الشوكه، شويه فانيليا كده. الطعم في ايه يا شيف؟ قرفه وفانيليا. واقفل دي كده ونقلب دول مع بعض وانا شغال. الجو ده حلو قوي. درجه حراره الفرن عندي 180، واخدها من الاطراف كده من الجناب كده وادخلها الفرن، هتتحمر على طول، خلي بالك دي عينك عليها بقى، تعملها في الاخر كده زي ما الشيف عملها. التوست ده مش هياخد وقت كتير في التحمير، التفاح عندي مستوي جواه قرفه جواه سكر، هتطلع من الفرن متحمره شكلها برونز ولطيف، هتاخد السكر البودر على الوش، ما تاخدش شربات دي، تاخد سكر بودر، ممكن ترش عليها رشه قرفه وخلاص زي ما انت عايزه. زبده تاني، التركايه اللي انا عملتها في الاخر دي مهمه جدا، مش هتلاقيها غير عند المغازي وبس. زبده ساحت مع معلقه حليب، الزبده ما تسيحش على النار لوحديها هتتحرق منك، لونها هيتغير. حلو، حطيت عليها شويه قرفه وشويه فانيليا. فانيليا نوعين في السوق، منها السائل ومنها البودر او الخشن عامل زي السكر. اخد الفطاير دي يا عم الشيف، يلا نصلي. ده كانها فين دي يا فاروق؟ العب. زي الفل. درجة حرارة الفرن عندي 180، ده عايزة من الوقت تقريبا 5 دقايق أو 4 دقايق حسب درجة حرارة الفرن. هنقفل الفرن، نشيل ده من هنا. زي الفل. معانا سكر بودر، تطلع الفطاير. خلونا بقى نعمل حاجة حلوة أوي. إيه هي؟ معايا بقية الحشوة بتاعة التفاح. زي الفل، هو ده المغازي.
ودي موجوده عندي. حلوه قوي، ابقى احطها في طبق كده. شفت الجو ده كده؟ اهو الجو ده حلو قوي على فكره. اهو 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 اهو، واخدها واقدمها كده، حاجه زي الفروت سلطات لطيفه وحلوه. اهو لسه ما خلصتش، اهو طبق حلو تاني. اهو قدمنا من الطبق الحلو اللي احنا بنعمله طبقين، في فراوله، في موز، في تفاح موجود معانا. هتعمل ايه يا مغازه؟ هتشوف دلوقتي هنعمل ايه. اهو زي الفل، الله عليك، هو ده سبقتيها، خدتيها من على لساني. عندنا جلاش، ده بيتلف في جلاش ويتحط في قلب الفرن يبقى لطيف وحلو. عندنا شرايح التوست اللي باقي عندنا تبقى لطيفه وزي الفل، وتبقى فطاير الجلاش بليها شيف بالتفاح. اهو شويه قرفه، حلو تاني خالص. اهو ده برضو وجبه عشاء بالليل لطيفه وحلوه وزي الفل، خلي بالك ده مهم جدا. اهو الجو ده انا بحبه. عملت اهو، مش في دعوه حلوه بتقول لك روح يا ابني ربنا يخلى من ايدك الفسيخ يبقى شربات؟ الفسيخ يبقى شربات ازاي؟ هو ده الكلام. ست البيت لو دخلت المطبخ، الام لو دخلت المطبخ، اي حد فينا دخل المطبخ بحب هيفتح الحنفيه الميه تنزل منها شربات. هو ده مبدئي، طالما دخل المطبخ بحب. هنشيل كل ده من هنا، ده مهم جدا. قبل ما الحلقه بتاعتي تخلص وقبل ما نخلص الوقت بتاعنا، عايز اقول معلومه. شرايح التوست او اطراف التوست اللي باقيه عندك ما تتربيش، انا ضد التبذير، خلي بالك لازم تستفيدي بكل حاجه. ده يتحمص، وبعد ما يتحمص يا مغازي نعمل اي نوع من انواع البانيه. نجيب شرايح التوست من الفرن، اخبارها ايه؟ اتحرقت؟ المال الحلال ربنا مبارك فيه، يا نعم. يلا نطلع شرايح التوست. ايه الجمال والحلاوه دي يا مغازي؟ اهو اهو، الله اكبر. اهو نجيب طبق التقديم واحنا مع بعض كده. اهو ايه الجمال والحلاوه دي؟ قلوب. الله، وحلو ما خدش من ايدي وقت. يا سلام لو قدمنا معاه شويه فروت سلطات. القلب ده هقطعه نصين بصراحه، يعني اشيل ده كده من هنا، ربنا يوسعها علينا ان شاء الله. حلو، وناخد القلب ده نقطعه نصين. حاضر، انا خلصت، بس ادوني ايه دقيقه بس عشان نشوف ده استوى من جوه ولا ما استواش. جيب لي التفاصيل يا فاروق، الله يبارك لك. ده نص القلب، شيل ده من هنا. سكر بودر، سكر بودر، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ما تحطيش شربات، رشه سكر بودر من ايدك كده. فله. ممكن تزينيه بشويه فواكه. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها رؤيه، فيها بساطه وسهوله ومرونه. الكلام ده بنشوفه يا عم المغازي بكل التفاصيل كل يوم على شاشة القناة الأولى. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.